عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل من كل جيل شيوخ اللي لهم قدر وجلال زايد الكبرى ولا مثله مثيل مهرجان وخيل كل احتفال رمز زايد مطرب الكل ودليل والحظ يظل على رمز الجنان بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نجدد التحية مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. ها هو الشوط اللي تعلن انطلاقة الشوط 13 الخاص للأبكار الحجايق، شوطا من الأشواط الإضافية. نسير مع اللي تتصدر القيادة الشاهينية سالم بسهيل بالشرقي العامري المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدين الكرام، تتقدم في هذه اللحظات الشاهينية حق مانع بالحلو الوهيبي. المركز الثالث، المركز الثالث تتقدم الشاهينية مسلم بسلطان بن محسن العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هملولة منصور بن محمد بن عنودة العامري من يقدم هملولة. المركز الخامس، المركز الخامس الشاهينية للشيخ عبد الله بن حم العامري. وفي سادس المراكز، المركز السادس في هذه اللحظات تصل هوايل بدر بن رامس بن محمد اليحافي. هكذا النداء وهكذا المسار لست الأسماء المتقدمة في هذا الشوط وبقيادة الشاهينية، الشاهينية لسالم بن سهيل بالشرقي العامري. تتصدر القيادة، تتصدر قيادة هذا الشوط. المركز الثاني زعفرانة، وزعفرانة لمانع بالحلو الوهيبي تاتي على المركز الثاني. نقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث هملولة منصور بن محمد بن علودة. المركز الرابع تتواجد أيضا الشاهينية للشيخ عبد الله بن حم العامري موجودة في المركز الرابع. هكذا النداء للأربع المراكز الأولى في شوط من الأشواط الإضافية. الشوط الثالث عشر الخامسة تتقدم الشاهينية سيف بسهيل بن خيرة العفاري، تنطلق إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا النداء وهكذا المسار، وها هي زعفرانة حق مانع بالحلو الوهيبي تقود ركب هذا الشوط، تقود ركب هذا الشوط زعفرانة المانع بالحلو الوهيبي، وبجوارها الشاهينية سالم بسهيل بالشرقي العامري. الكيلو المتر الأخير، كيلو الامتحان، تكرم فيها الذلائل وتهان هذا الكيلو، هذا الكيلو وبقيادة الشاهينية حق سالم بسهيل بالشرقي العامري. الثانية زعفرانة حق مانع بالحلو الوهيبي. واما في المركز الثالث شاهينية للشيخ عبد الله بن حم العامري. خلاص عدينا الثلاث، عدينا الثلاث ونعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة الشوط بقيادة الشاهينية سالم بسهيل بالشرقي العامري. هي المسيطرة، السيطرة التامة، وتقترب من الأمتار النهائية كتنهي الشوط لصالحها. وبانفراد، انفراد واضح عن كل الوضوح. يا سلام، تحركت زعفرانة ما شاء الله، زعفرانة تحركت، زعفرانة تحركت. مانع بالحلو الوهيبي بدأ سير الشوط، بدأت سرعة الحقائق عند الخمس مئة متر الأخيرة زعفرانة. وعلى فكرة زعفرانة بكرة خطيرة، عوايد لها، لها عوايد أرضية ميدان الساد في عاصمة الميادين، حققت انتصارات متتالية. سلالة والزعفرانة، سلالة والزعفرانة المختبر، صيي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 ي
سيطرت وطارت بأجواء الساد، بأجواء الساد، أم يكون كلام أخل بالشرقي مع الشاهينية، لكن زعفراني بدون أوامر، هذه خط مراسيل، هذه خط قند، هذه خط العديد والعديد من الأصائل، المختبر المختبر، الله يا مانع يا أبو الحلو، مشكور يا أبو علي مشكور على هذا الأداء اللي قدمته زعفرانه. المركز الثاني مشاهدي الكرام لسالم بسهيل بالشرقي العامري، الثالثة للشيخ عبد الله بن حمد العامري، التوقيت 4:45 بدون أوامر، تهانينا لمانع بالحلو الوهيبي.